أحد الأخوة يقول كيفية عمل شعار بنظام الوورد، أي يقصد أنه كيف نعمل شعار ونصمم شعار ببرنامج وورد. طبعا برنامج وورد لا يمتلك المقومات الكافية لعمل شعار احترافي. نعم، نقدر نعمل شعار بسيط، ممكن أن يكون هذا الشعار من الأشكال الهندسية ونزاوج مع النصوص ونعمل بعض التأثيرات كالشادو والانعكاس، ولكن إن شاء الله بعد هذه الدورة، بعد دورة تعليم برنامج وورد، راح تكون دورة تعليم برنامج فوتوشوب، وإن شاء الله في برنامج فوتوشوب راح نشرح كيفية عمل الشعارات باحترافية تامة، وإن شاء الله راح تتعلمون من خلال هذه الدورة تصميم شعاراتكم الخاصة بقمة الاحترافية بعونه تعالى.